طيب سيبت النادي الاهلي، الخطوه اللي بعد كده كانت رحت المقاولين. المقاولين والحمد لله كانت يعني بالنسبه لي خطوه موفقه جدا جدا جدا. 3 سنين الحمد لله من هدافين الدوري، يعني اقل ماتش اقل سنه مثلا كنت اطلع جاب لي 12 جون 10 تجوان يعني، فالامور كانت بالنسبه لي كويسه جدا. بعد كده رحت الانتاج، بعد كده جالي كسر في رجلي بقى ايام الثوره، قعدت شويه، دي الفرق دي بقى النقطه اللي يعني ممكن بعدتني شويه 8 9 سنين على الدوري الممتاز. 8 9 سنين بس الحمد لله، الحمد لله كان عندي يقين في ربنا سبحانه وتعالى ان انا هرجع العب دوري ممتاز تاني. ورجعت رحت السعوديه شويه والاردن شويه والعراق شويه، ورجعت لعبت درجه تانية هنا شويه، حتى لعبت منهم سنه في دمياط مثلا 20 سنه بتنافس على صعود الدوري الممتاز. الحمد لله كان السنه دي ممكن يصعدوا على اخر ماتش واحد بس، فرجعت الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى كرمني وصعدت مع اف سي مصر ولعبت معاهم السنه الحمد لله دوري ممتاز. فده كان بالنسبه لي حاجه كبيرة جدا يعني، أو تحدي كبير جدا. كان دايما في الدوري الممتاز مع نادي مصر كابتن عبد الناصر محمد سايبك الورقة الرابحة دايما في الشوط الثاني. والحمد لله كان ربنا سبحانه وتعالى يعني الواحد ما بتفرقش معانا أبدأ أو لا، أهم حاجة أنت لما تنزل هتعمل إيه؟ أو لما تلعب هتعمل إيه؟ هتقدم إيه لفرقتك؟ صح. ما بتفرقش مع الوقت على قد ما بتفرق إن أنت ممكن تقدم إيه للنادي بتاعك. لما فرقة بتصعد الدوري الممتاز بيبقى في جنود هم اللي بيشتغلوا لها في دوري الدرجة الثانية، يجوا يصعدوا الدوري الممتاز يقول لك إيه طب تعالى نغير بقى، نجيب لعيبه بتلعب دوري ممتاز، ممكن يقول لك طب تعال نعتمد على مجموعه من الشباب لعيبه صغيره مش عايزين خبرات قوي، عايزين ناس تجري، مش قلقان انه حرس الحدود يقول لك لا مش هتكمل معانا بقى في الدوري الممتاز وتاخد خطوه تانية في الدرجه الثانيه؟ لا بالعكس، انا دلوقتي النادي متعاقد معايا ان انا لعيب في النادي، فانا بتفرق مع حاجه واحده بس، انا المطلوب انا جيت عشان مهمه معينه والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يعني كرمني ووفقني فيها، فدي بالنسبه لي خلاص الخطوه اللي جايه دي مش بتاعتي، هو بتاعت النادي. النادي شاف ان انا موجود ما فيش مشكله، مش شاف ان انا برضو مش موجود ما فيش مشكله، هنجدد دوافع جديده وطموحات جديده وربنا يكرمنا، ما فاهم الحمد لله الحاجات دي ما بتاخدش مني كتير. انت عقدك ساري ولا خلص مع لا انا خلصت المفروض ان انا ماضي معاهم بس اللي هو الفتره دي بس. اتكلموا معاك؟ لسه ما احنا لسه مخلصين بقالنا يومين ما كلموش يعني بعد ما خلصنا لسه ما حدش عارف، احنا استنى 3 ماتشات من الدوري ما خلصش. بس ما حدش لسه اتكلم معاك لا لسه الموضوع ده. طيب انت اصلا بقى طموحك تفضل تكمل لعب كوره لحد امتى؟ لا لسه انا ما يعني انا بالنسبه لي مش هتشبع امتى من الكوره؟ والله مش يعني مش ما اقدرش اقول لك ان انا مثلا مش هشبع لا بالعكس الواحد بيتمنى، بس اكيد اكيد في اي حاجه في الدنيا لها نهايه طبعا، يعني اي حاجه في الدنيا بس بيبقى كل واحد حاطط تارجت لنفسه يقول لك لا بالعكس انا لحد ما لحد ما انا احس ان انا فعلا فعلا مش بيني وبين نفسي عشان انا فيها دي، انا بنزل الملعب بحس ان انا بحط نفسي اصغر واحد في الفرقه يعني انا دايما كده يعني الحمد لله بحط لنفسي ان انا اقل واحد في ال 11 اللي بيلعبوا. انا بسال كابتن عبد الناصر قبل كده عليك في قعده يعني مش حتى ما كانش القاعه على الهوا، بقول له رضا الويشي وبتاع والسن، قال لي رضا الويشي لما بينزل قال لي كده اللفظ ده تحديدا، قال لي بيمرمط نفسه في الملعب، يعني اللي هو مش قاعد بقى انا لعيب خبره ولعيب كبير ولعيب عدى على النادي الاهلي فبلعب. ما انا ما يعني انا يعني تعودت دايما ان انا ما احبش حد انتقدني في اي حاجه لكن ما تقوليش مش قادر او انا مثلا ما اسيبش حاجه لان الملعب انت بتتفرج على الماتش ما تعرفش مين كبير من صغير، انت بتقول 9 ده مش قادر 8 ده مش قادر لا ده كويس ده الكوره الملعب فضاحه يعني ده الكوره بس فده يعني الملعب فيصل بينك وبين اي حد، فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يعني طول ما انا حاسس ان انا مكمل ان شاء الله يعني الامور تبقى بالنسبه لي لقطات من مبارياتك ده كان اول ماتش ليا مع الحرس الحمد لله كسبنا 2-0 وده ماتش الاولمبي اللي هو الاخير اللي قبل الاخير ده. الصعود كان فيه بقى صعوبات السنه دي ولا أكيد الامور أكيد كانت اكيد احنا جالنا فتره الدنيا كانت صعبه بس انتوا حاسبين قبلها بثلاث مباريات احنا بس اللي جت علينا فتره الدنيا كانت يعني النادي برضو كان فيه ازمه شويه لكن طبعا لما اللي هو عماد اليماني جه بصراحه فرق معانا جدا 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 فرق مع المنظومه بصراحه. مين كان اكتر او اقرب المنافسين ليكم السنه دي؟ كان الاولمبي احنا الماتش اللي قبل الاخير اللي هو قبل الزرقاء ده كنا بنلعب الاولمبي في الاولمبي والفرق كان 4 بونت الحمد لله كسبنا بفارق 7 بونت كسبنا اول امبارح فالحمد لله ربنا كرمنا بقى الفرحه طبعا يعني لما بتحقق انجاز بتحس ان انت فخور بنفسك يعني. والاولمبي كان عامل حلوه الصوره دي، ايه الصوره الحلوه دي؟ الصوره دي بعد بعد الماتش هتوها تاني يا جماعه لو حماس. ايه موضوع فريد شوقي بالمناسبه؟ لا ده بركات اللي طلع عليا الكابتن محمد بركات قال لك ليه فريد شوقي؟ طبعا اسطوره يعني اسم كبير الملك الملك اللي في الملعب يعني طلع عليه فريد شوقي حس ان انا وحش وحش الشاشه وحش الملعب وحش الملعب رضا الويشي بركات هو اللي طلع عليك ها؟ بركات بيطلع على كل اللعيبه تقريبا لا بس بصراحه الناس دي صعبه تتكرر يعني في الكوره بصراحه
ليك مواقف مع بركات تفتكرها؟ كتير. أنا كل ما اقعد مع حد يحكي لي 10 مواقف، احكي لي واحد منهم من غير كسوف. لا لا مش هينفع كتير. مش هينفع كتير والله. مش هينفع تتحكي. لا ده هو صعب قوي بصراحه. معظم الحاجات ما بتتحكيش بتاعت محمد بركات. لا لا ده اصلا مش في دماغه يعني. ده بيروح الماتش الدنيا الناس كلها ممكن راح يلعب نهائي عادي يعني. شربات في وانت ماشي في الدماغ عادي في الاوضه عادي، ناس مشدوده كلها مشدوده عادي، يهزر عادي. كله بيبقى متوتر. كان دايما يقول كده محمد بركات، يقول لك كله متوتر. لا لا ما تضحكش وهزر بيبقى في حاجه. لا ويقول لك المباراه فاينل مثلا، بتلعب فاينل في دوري ابطال افريقيا، هي زي اي مباراه عاديه. لا عادي، هو بالنسبه له اي حاجه في الدنيا لو ما هزرش. في مقالب اتعملت فيك كتير كتير. انا حاسس ان انت مش عايز تقول بس صح يعني، في حاجه ما ينفعش، مفيش حاجات تنفع. لا لا مش هينفع. لا كلها ما ينفعش للاسف. بركات يعني 90% من المواقف ما ينفعش تحكي على الهواء. طيب